أيضا من الضوابط في علم التحقيق عموما هو أن المحقق خادم للمؤلف وخادم للنص، وليس مشاركا للمؤلف في التأليف، وهذا من أخطاء المحققين المعاصرين أو من ينتسب للتحقيق. هو لو كان محققا لا يخطئ هذا الخطأ. بعض الناس عندما يحقق كتابا هو يشارك المؤلف في التأليف، يعني يصبح يزيد كلمة ينقص كلمة حتى يصحح العبارة أكثر. ليس المطلوب منك كمحقق أن تشارك المؤلف في التأليف، هذا لا يجوز. نحن لا نريد تأليفك أنت، ولا نريد عقلك أنت، ولا نريد رأيك أنت، وإنما نريد عقل المؤلف وتأليف المؤلف وعبارة المؤلف وأسلوب المؤلف. حتى لو كانت الجملة ركيكة مثلا، العبارة الغير قوية في اللغة مثلا، لكن هكذا كتبها المؤلف، يعني أنت وصلت بالأدلة أن المؤلف كتب الجملة هكذا، وهي من حيث السبك الصياغة اللغوية فيها ضعف فلتكن. يعني هذه أصلا هي يعني موضوع من مواضيع الدراسة التاريخية، أنه ما هو أسلوب هذا المؤلف، أسلوبه صعب، أسلوبه خفيف، أسلوبه بليغ، أسلوبه ركيك. فأنا لا يمكن أن أزيد، أنا كمحقق لا أقصد أنا المتكلم أمامكم، أنا المحقق أقصد، لا يمكن أن أزيد وأصلح العبارة أرفع من مستوى، هذا لا يجوز، هذا جريمة في التحقيق، لأنه تصرف في النص التاريخي والمؤلف لم يأذن لك في ذلك. ويعني المؤلف، أنا أجزم بأن المؤلفين لو اطلعوا على بعض العبث الذي يحصل في كتبهم في النشر المعاصر، يعني سيحاكمون هؤلاء عند الله تبارك وتعالى: يا رب، نحن كتبنا العلم للناس ليس بهذه الطريقة، كتبنا كذا وكذا، وهؤلاء الذين جاءوا من بعدنا طبعوا كتبنا على خلاف ما كتبنا، والله تعالى سيأخذ حقوقهم من هؤلاء.